كل مهنة في الشخص يعني مانيش مانيش مباشر ومانيش مسؤول الحمد لله. سقع وقت وزارة الدفاع تطلع تعمل إعلان كلهم ما فماش قاعدة عسكرية وما فماش قاعدة عسكرية أمريكية على الطرف ما فماش قاعدة عسكرية على الطرف هذه من المستحيلات يقولوا مستحيلات سبعة ولا عشرة هذه المستحيل العلاقات هي علاقات أخوية إحنا كانت أكثر من أخوية كانت علاقات صادقة إذا نعرفوا كلمة صادقة فرابور أخوية توا نعرفوا وين نظر العلاقة اللي كانت تربطنا ولا زالت أنا حسب علمي حسب ما نعرفوا اللي هي ما زالت ودعمت مع الأشقاء والأخوة في البلاد لأنه أمن واحد في تونس والجزائر راهو أمن واحد ولا بد من التعاون في جميع المجالات وهذا الآن صاير بين الإخوة أنا مع الإخوة الجزائريين والحمد لله الحمد لله والسيطرة الحمد لله على معناها حدودنا وعلى كل المنطقة الغربية والشرقية من القطر الجزائري معناها فضل التعاون معناها يبدأ من القاعدة من الخط من الحدود إلى حتى للمركز.